زي ما عودناكم في عربوت في لقاءات حصرية، ولقائنا النهاردة مع المتسابقة ياسمين اللي شاركت في برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent في الموسم الأخير. ورغم أنها موهبة تبحث عن فرصة للظهور، إلى أنها تحولت في أسابيع قليلة جدا لمادة دسمة لمواقع التواصل الاجتماعي وللصحافة، مش بسبب موهبتها ولكن بسبب خلاف الفنانين على خامة صوتها. قابلنا ياسمين وسألناها عن البرنامج وحكت لنا إيه اللي حصل معها بالضبط، وكمان وجهت رسالة للفنانة الكبيرة أحلام وقالت لها حاجة معينة. الحمد لله، بقول لهم متشكرة أول الناس اللي وقفت جنبي معايا في تصويتات وغيره، والحمد لله على كل حال. عايز أقول لأحلام ده رأي حضرتك وأنا رأيك على رأسي من فوق، واختلاف الرأي لا يفسد لود قضية زي ما حضرتك قلت. اترددت أنباء عن تبديل نتيجة البرنامج على الرغم من فوز ياسمين بأصوات الجمهور. ياسمين ردت على الموضوع ده وكمان شرحت لنا الحكايه كلها. لا تعليق والله العظيم حكايه النتيجه دي خالص، بس اقول لجمهوري متشكره جدا ان هم وقفوا جنبي وان هم نجحوني. يعني النجم احمد حلمي من اشد المتحمسين لصوت ياسمينه وساندها جدا لحد اللحظات الاخيره. ياسمينه وجهت لاحمد حلمي رساله، يا ترى قالت فيها ايه؟ بقول للبرنس احمد حلمي، انت جميلك جميلك هيفضل على راسي من فوق، وان انت الشخص الوحيد اللي ما كنتش معايا وقتها ما كنتش هذا وما كنتش هبقى حسيت ان انا عملت حاجه بصراحه. وبكده خلصت حلقتنا النهارده واللي كانت مليانه بالكواليس. اكيد طبعا يا اميره، وكمان ما تنسوش تتابعونا وتشاركونا من خلال السوشيال ميديا على صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. هتوحشونا، سلام.